بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد من يوميات أسرة بسيطة. طلبتوا مني جولة في محل ديكورات، حاجات حديثة جدا عندنا، بقى ورق حائط. هوريكم دلوقتي حاجات كلها جديدة وموديلات حلوة جدا. هنعرف المكان بإذن الله وهنعرف الحاجات اللي موجودة فيها بإذن الله ونتوكل على الله كده. أول حاجة عايزين نعرف المكان يا أستاذ. سيوف شماعة. سيوف شماعة، اسم المحل إيه؟ عالم الديكور. سيوف شماعة، شارع ايه ده؟ شارع وديع بشور، صح؟ وديع بشور، يعني عند الصينية كده، عند الصينية. شارع وديع بشور. مشهور. تمام، هندخل دلوقتي، بس قبل ما ندخل يا ريت بقى اللايك والاشتراك في القناة. نبتدي على بركة الله. اول ما دخلنا يا جماعة، عايزة افرجكم على الحاجات من اولها عشان تبقوا عارفين. يعني مثلا عندنا حاجات مثلا زي دي، زي بيبان اكورديون للي عايز مثلا يغير او يجدد على العيد او كده. كل سنه وحضراتكم طيبين. هنعرف دلوقتي ونشوف. عندنا البيبان الاكورديون دي مثلا بكام؟ الحجم 86، يعني على حسب الحجم. ما في عريض بينزل بقى. يعني على حسب الحجم يا جماعه بيبقى ثمنه. مثلا بيبتدي مثلا اصغر حاجه بكام؟ 355. اصغر حاجه ليها مقاس ايه؟ ارتفاع 2 متر وانت بتقصي منه. عندنا مثلا ده ورق حائط ينفع لاوضه البنات، الاطفال قصدي، بنات وصبيان. ده بكام يا استاذ مثلا المتر؟ طيب هنتفرج دلوقتي على الاشكال والحاجات، يعني ممكن مثلا كتغيير ديكور او حاجه. عندنا لو بناتي يمشي ازاي، هنعرف دلوقتي عرضه قد ايه. سهل ان هو يتعمل، ممكن ست البيت تعمله او كده. من 175 ل 225. ده بيبقى عرضه قد ايه مثلا؟ عرضه 50 في طول 10. عرضه 50 في طول 10. مو بيتلزق عادي؟ يعني ممكن ست البيت تلزقه عادي ولا لازم صنايعي؟ سهل، سهل. دخلت على انت تعرف الطريقه. لا والله يعني سهل، يعني انا قصدي عشان الستات تعرف تعمل حاجه من غير ما كل الناس بتعمل. ماشي، بيتعلموا والله. ايوه صحيح. هو في اشكال ثانيه بديله خلفيه عن حاجه دلوقتي. على فكره ممكن الاستاذ كمان يساعدكم لو سالته في اي حاجه، بيديكم خلفيه لان طبعا هو عنده خبره وكده، فيساعد حضراتكم. تعالوا بقى نشوف حاجات تانية. الحاجات دي بتبقى الاوض ايه بقى؟ بتبقى ريسبشن، تبع الشغل نفسه. تمام، يعني الحاجات دي بتبقى ريسبشن، ممكن لاوضه نوم ليفنج، على حسب ما انت عايزه. طب ده يا استاذ بيبقى عرضه قد ايه وطوله قد ايه؟ 50 برضه في طول 10. 50 خلي بالك، تبع الشغل في متر في طول 16. ايوه، ما انا مش عارفه هي المقاسات بتتاخد ازاي. انت عايزه الجديد؟ ايوه. عشان انت يا استاذ نفس القصه بيبدا من 150. المشكله ان لو دخلتك في الاسعار هتلاقي الاسعار يا جماعه مختلفه. تمام، يعني بيبقى مثلا اقل رينج كام؟ اعلى رينج عشان الناس لما تيجي 90 جنيه الرول كامل. في رول كامل ب 90. الرول بيبقى فيه كام متر؟ 10. 10 امتار. تمام اهو. واغلى حاجه؟ اغلى حاجه معاك لغايه 16، بيوصل ل 500 وشويه. في ممكن يوصل ل 500، ممكن 800، على حسب الحاجه وعلى حسب الشركات، يعني كل شركه ليها سعر طبعا، والجوده بقى ايه بتبقى عارفينها. تعالى افرجكم بقى على الحاجات الجديده اهي. لسه بقى افرجكم كمان على حاجات 3D. صح كده. وحاجات بقى اللي هي الفورم والحاجات دي، وادي اهو. تمام، دي ايه دي؟ دي ستاير الحمام، ماسوره للحمامات اهي. بصوا الوان كمان، انا شايفاها الوان ب 70 جنيه مش كده؟ انا شايفه يا جماعه الوانها مختلفه، بامبي واحمر. عندنا يا جماعه دي فورم اللي بتتعلق طبعا في السقف زي ما حضراتكم عارفين. تعالى افرجكم على اشكالها. بصوا بتبقى ايه، يعني على حسب المقاس، يعني مثلا في مقاس صغير زي دي ب 30. انا ملاحظه ان هي بتبقى ساده من بره وفي زي ايه نقرشه كده من جوه. دي مثلا اكبر شويه، عندنا مثلا دي ب 45، عندنا مثلا دي ب 40. تمام، وفي اكبر كمان. انا قلت افرج حضراتكم على الحاجات دي عشان، وعلى فكره في كمان الادوات اللي ممكن تعملوا بيها، يعني ممكن هنا الاستاذ يقول لكم تعملوها ازاي او كده، الناس بتساعد هنا يعني. تمام، عندنا مثلا حاجه زي كده، دي الادوات بقى اللي بيستخدموها لو هتيجي بقى تعملي حاجه. دي الادوات اللي بتستخدميها في اي بوهيه مثلا او اي لزقه او كده. دي مثلا ادوات اهي، يعني مثلا الدباسه دي ب 25 اهي، وعندنا الحاجات دي والفرش، حاجات بقى ايه اللي هي بتستخدم في الطلاء يعني. وادي الفرش اهي بانواعها باتمانها. تمام، العدد يعني اللي هي خاصه بالموضوع كده. امال الصغيره دي بيستخدموها في ايه؟ يعني
الفرش الصغيره دي في الرسومات لو حد عايز يرسم يعني رسمه عاديه او تحديد حاجات. تمام. تعالوا برضو لسه في اشكال تانية للرولات، رولات اللي هي بتاعت في حاجات برضو فوق اهي زي اشكال رخاميه او كده. في مناظر بقى انتوا قلتوا لي طبعا ان شاء الله باذن الله هعمل لكم جولات تانية باذن الله كتيره جدا. احنا ابتدينا النهارده كده عشان نبتدي حاجات العيد بدري. عندنا مثلا ستيكر اهو ممكن نحطه برضو في اوضه الولاد. ده بكام؟ بكام؟ 15 يا جماعه. في منه للبنات وفي منه للولاد صح؟ في ده ايه ده؟ ده اللي هو بديل السيراميك، حاجه شبه كده وضد الرطوبه ضد الرطوبه. ده بالمتر ده ولا بايه ده؟ ده بالمتر مربع. المتر المربع بكام؟ عامل 125. المتر المربع يا جماعه عامل 125. بصوا في منه اشكال اهي ده، في اشكال ثانيه وفي كمان اشكال ثانيه، في يعني مفيش الغامق بس، ده في الوان كمان ثانيه على وفي حاجات قابله للطلاء كمان. تمام. بيبقى قد ايه يعني؟ يعني مثلا بالمتر المربع عامل 125 بالمتر المربع. تمام. وفي برضو اشكال تانية بتاعت الاطفال، حاجات بقى مجسمه اهي ب 25 اهي، ده شكلها وهي سنو وايت. في اشكال صغيره، بصوا بقى اشكال الديكورات الصغيره، ده بخمسه بس مش كده؟ الفراشه دي بخمسه بس. وعندنا دي برضو مجسمه، دي بكام دي؟ ب 15 انا شايفه. في طبعا لو عايزه تحطي في اوضه ولادك، دي برضو من ضمن الحاجات اللي طالعه، وعلى فكره حاجات كتيره يعني. انا شايفه دي فراشات، بصوا في فراشات تانية، هي كلها فراشات يعني. دي مثلا في حاجات مضيئه، ايه اللي مضيئ بقى؟ تعالى قول لي برضو عشان انا مش عارفه. عندنا دي مثلا مضيئه، دي بكام بقى دي؟ ب 15 برضو. بصوا يا جماعه دي بتتحط مثلا في السقف او ممكن تحط على الحيطه، بتعمل اضاءه في الضلمه، حتى هي الوانها فسفوري. وفي عندنا برضو ده بخمسه الاستيكر ده، توم وجيري وكده. وعندنا حاجه زي كده ممكن بسبعه ونص بس. في حاجات تانية، اشكال تانية بتبقى يعني ايه، احنا قلنا دي من قرشه شويه، دي اوف وايت، وال ويعني النقشه اللي فيها منها فيها دي مثلا اهي اهو، ده ورق حيطه ابيض وبيدهن برضو يعني، تحطيه ممكن تدهنيه كمان. عندنا بقى يا جماعه تابلوهات برضو، حاجات حلوه قوي هفرجكم عليها. طبعا النهارده كده هتبقى حاجه سريعه، وان شاء الله باذن الله هتبقى في جوله تانية باذن الله. عندنا كمان هفرجكم في حاجات اهي، بصوا دي مثلا ب 30، دي عليها برضو عربيات مجسمه لو عايزه تغيري بقى ديكور بتاع الولاد. في دي اللي هي بيبقى زي كورنيشه كده اهي، هنسال دلوقتي اثمنها كام عشان لو عايزه تعملي كورنيشه مثلا. في باتمان، حاجات زي دي للاطفال ب 25. جليتر بقى، دي جليتر اهي، في منها فراشات ورود، بصوا في منها اشكال كده على حسب بقى ديكور الشقه عندك وكده. في قلوب اهي، في ده اي حاجه منهم ب 25. تمام تمام. ان شاء الله الاستاذه هتقول لنا دلوقتي الحاجات بقى دي اللي هي بتتحط على السقف بقى كده، و بيتحط فاصل بين درجتين بويا، يعني الناس عامله بين ده كنار بيتحط بين السقف وبين الحيطه لو او تمام. وده بيبقى بالمتر ولا بايه؟ بالرول بيبقى فيه 5 متر. الرول 5 متر. العرض بقى يا اما عرض 17 ايوه، يا اما عرض 13. تمام. في عرض اقل من كده بس ده مش نازل موضه السنه، مش نازل اللي نازل موضه الحاجات دي 17 و13. وكام يا استاذه دول؟ 25. 25 حتى لو الاطفال؟ الاطفال والميزه في الاطفال ان هو مضيء، ان هو مضيء كمان ب 25 برضه. شكرا. انا عايزه افرجكم بقى على الاشكال اللي موجوده اهي. الاستاذه قالت لنا الحاجات دي بتتحط طبعا ايه زي كورنيشه كده بين الحيطه وبين الايه وبين السقف. بصوا لو عايزه بقى تجددي حاجات اطفال اهي، ده منظرها لو اوضه ولاد او اوضه بنات اهي، حاجات جميله جدا. تعالوا بقى شوفوا برده دي حاجات لو عايزه بقى في الليفنج بره او في الصالون او كده. دي اشكالها، وعرفنا يا جماعه الرول قد ايه وعرفنا كل حاجه يعني. وفي منها كمان ده بيطلي عادي يعني، ده انا عرفت ان هو بيطلي عادي. تمام. تعالوا بقى افرجكم على التابلوهات. بصوا دي بقى تابلوهات برده جديده، يعني مثلا عندنا اهي التابلوهات دي ثلاثه مع بعض ب 330، بيتحطوا كده، ده مقاسهم 30 في 60، ده مثلا شكل منهم.
في اشكال تانية اهو، ده شكل اهو، بصوا تعالى افرجكم بقى على الاشكال اللي زيهم اهي. لو عايزه بقى ايه ديكورات جديده، عايزه اقول لكم يعني المكان بصراحه فيه حاجات حلوه كتيره جدا، في حاجات وفي حاجات برضو دينيه زي يا رب، في برضو حاجات زي كده يا جماعه بتبقى حاجات دينيه زي ما قلنا، اللهم بارك او يا رب بارك هذا البيت، برضو بيبقوا تقريبا مع بعض. وفي بقى اشكال بقى على حصنه، في عندنا ورود، في عندنا اطفال، يعني بصوا تشكيله متنوعه لكل الاشكال ولكل الديكورات ولكل الالوان اللي موجوده. عندنا برضو تابلوهات فوق حلوه جدا بتاعت الاطفال اللي هي ديزني الاميرات وكده اهي، وفي الورود بقى دي، وعندنا مارلين كمان فوق اهي تمام، والبازات، يعني تقريبا كل حاجه عايزه تغيري بيها الديكور موجوده هنا في المكان. في حاجات تانية ورايحين برضو اللي هو زي الستيكر كده اهو افرق. اخر حاجه بقى الفورم دي اللي هي اللي فوق، طبعا كل حاجه عليها سعرها. انا ان شاء الله هنتواصل مع اصحاب باذن الله، اللي عايز حاجه يبقى، وفي على فكره حاجات لستارت الحمام كل حاجه موجوده. ده كان الفيديو، اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.